أقول لك رشود، أنت لازم توديني السوق عشان أجيب ملابس حق البيبي. باكر أوديك. لا مو لازم باكر، بس قاعد أقول لك عشان بلش نجهز الملابس وتشيل الأشياء. ما قلت لي شنو إحساسك لما عرفت إن البط منية؟ أنا كان خاطري بولد، بس يلا ما عليه. شنو يعني ما عليه؟ يعني مو مستانس؟ أنا قلت إني مو مستانس الحين. ولد بنت لي من الله حياها الله. أحسك كلش مو مستانس. فاتن، أمي وأختي منهاشين من البيت ولا أدري وينهم. إيش تبي مني أسوي؟ أقوم أرقص؟ ما يخالف حبيبي، أنت لا تزعل نفسك. وبعدين وين بيروحون؟ أكيد بيردون هني مرة ثانية. يلا عاد لا تزعل.